يهمنا برضو يعني الناس اللي اتحقنوا بالمادة دي انه ما يدفعوش الثمن، هل في اي سبيل لعلاجهم؟ المادة دي ايه طبيعتها؟ تأثيرها ايه؟ هل يعني فقدان للبصر بشكل جزئي ولا عمى كامل لا قدر الله؟ نفهم برضو الموضوع من دكتور ايهاب عبد العزيز، استشاري علاج الشبكية، معانا على تليفون. دكتور ايهاب، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ روح؟ الله يخليك يا دكتور. ممكن تفهمنا الموضوع والماده واعراضها وتبعات استخدامها يعني؟ طيب هقول لحضرتك حاجه، بس خلينا نقسم الموضوع او القضيه لشقين. تمام. الشق الاولاني، هل هي فعلا الماده دي محرمه دوليا؟ طب وايه اللي حصل للناس؟ الماده دي اللي هي ماده الافاستين، الماده دي اساسا كانت بتستخدم لعلاج اورام السرطانيه، خاصه اورام القولون. وفي امريكا لقوا ان الدواء ده بيؤثر تاثير ايجابي على الناس المرضى اللي عندهم ارتشاحات في مركز الابصار نتيجه اوعيه دمويه غير طبيعيه او نتيجه السكر او جلطات في الشرايين الشبكيه. فبداوا يستخدموه في الحقن داخل العين. الكلام ده بقى له سنين طويله، لكن هو كان مصرح به من هيئه الادويه في امريكا كاستخدامه في علاج الاورام السرطانيه. لكن ابتدوا يستخدموه ببروتوكول للحقن داخل العين، بيسموه اوت اوف ليبل، بروتوكول اوت اوف ليبل. ويعني طبقا للجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون، هو 70% من الاطباء الامريكان بيستخدموه كعلاج اولي لعلاج ارتشاحات الشبكيه نتيجه مرض السكر او جلطات الوريد او اوعيه دمويه غير طبيعيه على الشبكيه. هل في بلاد ثانيه بتستخدمه؟ طبعا اوروبا كلها بتستخدمه. يعني ده كلام مش، فهي قصه هو محرم دوليا، ده يعني كلام مش مظبوط. طب ده كلام مهم يعني، بيستخدموه وبينفع في العلاج؟ طب وعندنا ايه اللي حصل؟ طبعا هقول لحضرتك حاجه، ما انا هقول ده الشق الثاني بقى. فهو ابتدوا ستيل بيستخدموه، نظرا ان هو سعره رخيص وفي نفس الوقت كفاءته جيده. بعد كده ابتدت تظهر ادويه في السوق متاخده من هذا الدواء. بس طبعا سعرها غالي جدا، فوق مقدره المريض في امريكا قبل المريض في مصر. يعني المريض في مصر اساسا يعني اذا كان المريض في امريكا بيعاني، فبيضطروا ان هم يستخدموا الافاستين كبديل للادويه الاخرى، نظرا لارتفاع سعره وان التامين ما بيقدرش يتحمل التكلفه العاليه للادويه البديله. في مصر بيستخدم بقاله سنين طويله جدا على فكره، يعني تمام، للحقن داخل العين. وده مش ده اخذا ببروتوكولات موجوده، يعني الناس لما بترجع للجمعيه الطبيه الامريكيه او الجمعيه الاوروبيه هيلاقوا ان البروتوكولات بتاعت استخدامه موجوده وما فيش اي مشكله. بيستخدموا عندهم حاجه اسمها اوت اوف ليبل. احنا ما عندناش القضيه دي، ما عندناش البروتوكول ده بالطريقه ان احنا ان هم بيستخدموا دواء رغم ان هو مش اف دي اي ابروفد للحقن في العين، هو اف دي اي ابروفد للعلاج اورام السرطانيه، لكنه نتيجه كفاءته ونتيجه ان سعره قليل ونتيجه ان الاكسبيرس على الدكاتره لقوا ان هو بيجيب نتيجه فسمحوا بيه تحت مسمى اوت اوف ليبل. تمام. طيب نيجي للقضيه الثانيه، فهو مش محرم دوليا ولا حاجه، يعني هو كل البلاد بتستخدمه بدون استثناء. يعني نيجي للقضيه الثانيه، ايه بقى اللي حصل للعيانين؟ طبعا حصل عيانين لما شفت الصور، هو في الاغلب ان هم حصل لهم عدوى ميكروبيه. يعني العدوى الميكروبيه دي يعني اي تدخل جراحي في العين او اي حقن لاي ماده في العين، تمام، ممكن تدخل ميكروب، بس ده احنا بنتكلم على نسبه 1%. طب معلش يا دكتور، عشان اكون بس متاكده ان انا فهمت حضرتك وتابعتك بشكل صحيح، حضرتك قلت لي في الاول ان الماده دي بتستخدم في امريكا، لكن برضو الدواء يعني مكلف او غالي، المواطن الامريكي نفسه لا يعني لا البدائل اللي ابتدت تظهر ليه. احنا بقى استخدمنا، مش هي نفس الماده اللي نافعه هناك؟ انا استخدمت بقى البديل يعني. لا لا لا، هو لا لا، استخدمت نفس المادة، نفس المادة جاية من نفس الشركة الأم، يعني من أمريكا، ما فيش. يعني طب البروتوكول العلاجي المطبق بره هو نفسه اللي طبقته عندي بقى؟ هو نفسه، بس هو ما أنا هقول لك أنا المشكلة جت منين. هقول حكاية اللي أنا أقصده، أنا كنت بس عاوز أشيل النقطة الأولانية إن هو محرم دوليا، الكلام ده كلام مش مظبوط خالص. لكن بقى المشكلة العينين حصل لهم مشكلة إزاي؟ إن حصل لهم عدوى ميكروبية. أنا اللي كنت عاوز أوصله لحضرتك إن أي تدخل في العين، هناك اكاديميا هناك نسبه حدوث عدوى ميكروبيه، رغم ممكن تعملي كل يعني كل الوارد في مكافحه العدوى وكل عمليات التعقيم الممكنه، الا ان المريض ممكن يصاب بعدوى، بس ده بيبقى 1% من الحالات. تمام، احنا هنا قصاد ان كل الحالات، ما يبقاش 13 مش كل الحالات اللي اتعالجوا سبب العدوى. هذا يعني ان في مشكله عدوى ميكروبيه، اما من الـ 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 في المستشفى نفسها او من الدواء. انا ما كنت اقول ممكن يعني الدواء يعني صلاحيته في مشكله في عدوى حاجه او من يعني. طبعا انا هرجع بالذاكره بيك، يمكن السنين ورا كان في احدى المستشفيات العيون يعني شهيره، حصلت لهم مثلا حوالي 20 حاله عمليات مغبيضه،
وبعدين طلع ان في مشكله في محاليل بتيجي معقمه وطلع فيها مشكله يعني ايا كان. فاللي انا اقصده ان العدوى الميكروبيه دي ليها علاقه ان في مشكله في التعقيم في غرفه العمليات او مشكله في الدواء ان هو ما كانش معمول بطريقه معقمه يعني. هي دي قضية، لكن القضية الأولانية هو بقى مع محرم دوليا والكلام ده كلام غير طيب. احنا كده يعني فصلنا بين الموضوعين وفهمناهم يعني هنشوف المشكلة جت منين. طب هنا يا دكتور بقى هل في مشكلة؟ هقول لحضرتك حاجة. هي مشكلة قضية ايه؟ ان البدائل للأسف هي مشكلة، ان البدائل للأسف أضعاف بألاف. يعني انت تصوري ان المريض مثلا بيحقن كل شهر مرة، تصوري ان المريض يحقن بدواء مثلا بديل ب 6000 جنيه كل شهر، يحقن يعني الاثنين مثلا يدفعوا 12000 جنيه في الشهر. بس مش هنسترخص يعني، ما هو ده على حساب وزاره الصحه. لا على عشان يعني حاجه بس انا جيت بقى برضه حتى لو حقن الدواء الغالي ممكن يجي له التهاب او عدوى ميكروبيه في العين، طالما لو مثلا في عندك مشكله في العمليات، لو طريقه التعقيم ما كانتش مظبوطه في عين العيان او 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 يعني اقصد مش كون انت بتحقن الغالي بتقولي لا ده 100% مش هيجي له عدوى ميكروبيه، لا طبعا ممكن يجي له. فهي قضية مش قضية نوعية الدواء نفسه، ولكنها قضية مشكلة في قضية في التعقيم، سواء من تحضير الدواء أو في أوضة العمليات أثناء الحقن. طيب السؤال بقى الأهم يا دكتور، اللي حصل للمرضى هل ممكن علاجهم من الموضوع ده؟ طبعا هو في حالات، انا طبعا ما شفتش الحالات، لكن اقدر يعني لو في حالات طبعا ممكن تتعالج طبقا لي يعني. لو المريض بيرى الضوء مثلا ده ممكن هو يتعالج، تعمل عمليه استئصال جسم زجاجي وحقن مضادات حيويه جوه العين تمام. في مرضى ممكن يخف على حسب الحاله، كل مريض حسب حاله، فما اقدرش انا ما شفتهمش مش قادر اقول لحضرتك بالظبط، لكن هناك نسبه من المرضى اذا كان في رؤيه للضوء ان هم يبقى قابلين للعلاج يعني. طيب شكرا جزيلا دكتور إيهاب عبد العزيز استشاري علاج الشبكية، كان وجود حضرتك مهم علشان نفهم الموضوع.